أول شيء طبعاً بدي أشكر كريمك واستقبالكم وحفاوتكم وضيافتكم معروف، يعني المغرب إحنا معودين على الشعب المضياف والطيب والأصيل واستقباله للفنانين. هو طبعا حيكون في اغاني قديمه واغاني جديده واغنيه لافيستا لاول مره تغنى على مسرح كبير خاصه في المغرب، فهذا بحد ذاته انه تكريم، وانتم شو ما قدمنا بنضل مقصرين بحقكم، بتستاهلوا كل الخير على محبتكم على ضيافتكم الجميله. انا بعتبر المغرب بلدي وكل بلد عربي بعتبره بلدي، نحن عرب، هاي الحدود كلها وهميه، نحن وطن عربي واحد، شعب نفتخر بالأغنية العربية واللهجة العربية، فإن شاء الله اليوم حكون مزيج جميل، أغاني مغربية على مصرية على لبنانية على مويل، وإن شاء الله يرب يكون جمهور جميل، وأكيد رح يكون جمهور رائع لأنه هذا اللي منعرفه عن الجمهور المغربي. أتمنى تكون حفلة موفقة. بدي أشكر إدارة مهرجان والأخ خالد مهرجان تيمتار وكل المنظمين، أشكر الإعلام وأشكر جمهور الحبيب، وكل عام وانتم بخير. لا مغامرة ناجحة. اكتشفنا بس وقت الفنانة اللي بينات بأن عندها قدرات صوتية تبارك الله كبيرة، واللي مشات المقامات اللي رغم الصعوبة ديال المقامات المغربية فأنها أدت ويعني عطات زادت بلوس للأغنية وزادت كبراتها، وكنشكرها بزاف على هاد الثقة اللي دارتها فيها.